مشاهدينا الكرام، أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات بكل وضوح. معكم رشيد على قناة الكرمة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي في موضوع جديد يتعلق بالحرب والتضليل والسوشيال ميديا. كما ترون، نحن في هذه الأيام في حرب إعلامية بالإضافة إلى الحرب التي تجري على أرض الواقع. هناك حرب على السوشيال ميديا بين مؤيد لهذا الفريق ومعارض، أو أشخاص يتبنون هذا الرأي أو ذاك. هذه الحرب الإعلامية على السوشيال ميديا نرى فيها ظواهر كثيرة، ولذلك رأيت في هذه الحلقة نستضيف الكاتب والصحفي العراقي صفاء صبحي. أهلا بك. لو سهلا أخ رشيد، سعيد باستضافتك في البرنامج، وأتمنى أنه نستضيفك في مرات أخرى. خليني أبدأ بداية أسأل، أكيد متابع معنا وأنا شايف حضرتك نشيط في مواقع التواصل الاجتماعي على موقع أكس مثلا، وتكتب كثيرا عن الحرب الجارية وتتناول مواضيع شتى وتفند بعض الآراء وترد على بعض المستخدمين. ما هي الظواهر التي رأيتها على السوشيال ميديا في هذه الأيام؟ يعني ما يمكن تسجيله على حرب الأخيرة الجارية حاليا، حرب غزة، هو حقيقة لا يختلف كثيرا عن الصراعات السابقة التي شهدت المنطقة، سواء ما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي أو حتى ما يتعلق بمجمل الصراعات الإقليمية التي شهدتها هذه المنطقة. ما زالت الذهنية العاطفية هي السائدة في الحكم على الأمور، ونسجل أيضا غياب العقلانية إلى حد كبير في التعاطي مع قضايا شائكة مثل قضية الصراع العربي الإسرائيلي الذي عمره الآن 75 سنة. وسط هذا كله عادة أو شهدنا خلال الفترات الماضية ترسيخ لسردية عربية إلى حد ما غير دقيقة، أنا لا أقول مزيفة، لكن السردية العربية فيما يتعلق بمجمل الصراع العربي الإسرائيلي على مدى 7 عقود هي سردية غير دقيقة، وأحيانا تمارس الكذب البواح مثل ما يقولون. وبالتالي المتعاطي العربي أو المتلقي العربي هو تحت رحمة هذا الضخ الإعلامي المزيف الذي يبني الذهنية ويبني السلوك ويبني المواقف تجاه قضية إلى حد كبير لا أحد يعلم تفاصيلها ومداخلها ومخرجاتها طوال السنوات الماضية، وبالتالي في لحظة الحرب تكون المواقف متشنجة إلى حد كبير، وهذا ما لاحظناه في الشهرين الماضيين. بالإضافة إلى يعني الملاحظة الأخرى، هو هذا الهجوم اللفظي أو العنف اللفظي الذي يصاحب العنف العسكري الذي يحدث في الميدان، هناك على السوشيال ميديا العنف اللفظي، وغالبا ما يتستر هذا العنف اللفظي بحسابات مزيفة أو حسابات غير دقيقة من حيث المستخدم وصورة واسم المستخدم. طبيعة الحال عندما يتعرض الصحفيون أو الناشطون أو الذين لديهم لغة مختلفة أو تصور مختلف أو سردية مختلفة عن الذي تم ترويجه كل هذه العقود. بالضبط. المشكلة وين في العنف اللفظي، وأنا أركز على العنف اللفظي هنا، أنه يأتي المستخدم صاحب الحساب الغير دقيق أو المزيف باسم مستعار بصورة مستعارة، هذا يأتي وهو متحرر من أي قيود، بينما المستخدم أو الناشط الصحفي الذي يظهر باسمه الصريح وبصورته الصريحة وعنوانه هذا لا يملك هذه التحرر ولا يملك هذه البريفليج أو الامتياز في أن يرد على هذا المستخدم المزيف. هناك محددات بالنسبة لنا كصحفيين معروفين لا نستطيع أن نتجاوزها، لكن المستخدم الذي يأتي باسم مزيف هذا متحرر من كل شيء، فبالتالي يمارس العنف اللفظي بشكل كبير جدا، ويبدو لي
أنه جوهر الصراع الآن تحول من غزة، هناك صراع آخر يدور على السوشيال ميديا. قبل حوالي أسبوع نشرت قائمة طويلة، معروف الجهات التي صممت هذه القائمة، أطلقت عليها قائمة المتصهينين العرب. نعم، وأنا كنت أحد الأسماء المدرجة هناك. بالضبط أخ رشيد، أنت واحد من الأسماء اللي في على رأس القائمة، وهذا ليس غريب بطبيعة الحال. هذا يحيلنا إلى فكرة أنه من يمارس أو من يلقي لغة مختلفة أو تصور مختلف أو حتى معلومات مختلفة عن ما هو سائد، هو يتعرض بطبيعة الحال إلى الإقصاء وإلى التشويه وإلى التسقيط وإلى كل ما هو من أمور سلبية تلصق به كالخيانة والعمالة والرهية. ما الهدف من هذه القائمة؟ ما الهدف في رأيك؟ يعني حقيقة يبدو لي أنه أصواتنا بدأت توجعهم إلى حد كبير، لأن لا تستطيع أن تقف أمام الحقيقة، لا تستطيع أن تقف أمام الأرقام، لا تستطيع أن تؤول الأرقام، الأرقام واضحة، الحقائق واضحة. بالتالي عندما يتم طرح هذه الأمور وسط هذا المناخ العاطفي، هم لا يملكون سوى التخوين والتسقيط والتسفيه من الأفكار التي يسمعونها، لأنه هذه الأفكار وهذه المعلومات وهذه الأرقام لا يمكن الرد عليها بطريقة غير عاطفية، بطريقة عقلانية. هم يمارسون التشنج العاطفي إلى حد كبير واستثارة عواطف المتلقين من دون تقديم أي حجة. يبدو لي أنا شايفها، أنا شايف فيها نوع من الإرهاب، لأنه حين تقوم بوضع لائحة، فهذه اللائحة مفتوحة بحسب الشخص. ممكن أشخاص يتعرضون للعنف الجسدي، ممكن أشخاص يتم التعرض لهم من خلال ناس في الشارع، من خلال بيوتهم، من خلال أماكن سكنهم، لأنه يسكنون في بلدان مختلفة. يمكن حتى الهجوم على صفحاتهم ومواقعهم بهدف غلقها مثلا، التبليغ عنها. ففيها أشياء كثيرة يعني محتملة. يعني هو الترهيب، بالمناسبة الترهيب مثل ما تفضلت أخ رشيد، الترهيب لا يقتصر فقط على الشرق الأوسط، يعني حتى الصحفيين والناشطين والمراقبين والمحللين والكتاب الذين يعيشون في العالم الغربي، هم ليسوا بمنأى عن أي شخص مخبول حشاك من الممكن أن يقوم بعمل عنيف. وبالتالي هو ترهيب، نعم هو ترهيب، قد يطال أي شخص في أي مكان في العالم طالما هناك دافع عقائدي ديني مع جهات محرضة مثل هؤلاء التي تنشر القوائم والأسماء. وأحيانا يعني لو استحصلوا أو سقط بأيديهم عناوين منازلنا أو مكاتب أعمالنا سوف ينشرونها بكل تأكيد، وبالتالي سوف نكون في محل خطر كبير بسبب هذا الإرهاب. إيه نعم، الإرهاب هو من الممكن أن نقول عنه هو واحد من الأسباب التي دفعت هؤلاء لنشر مثل هذه القوائم. طيب كيف يتم تضليل الناس سواء في الغرب أو في الشرق؟ أنا شايف أحيانا يعني صور غير حقيقية أو صور من حروب أخرى أو صور لألعاب حتى، يعني أنا شفت مرة ناس يعني حتى لها وزن تنشر لقطة من لعبة وتقول انظروا كيف نقتل الجنود الصهاينة، انظروا كيف نحصد كذا. ففي تضليل بكافة الطرق بكافة الأنواع من كل الجهات على فكرة، ويحصل في الشرق والغرب. ممكن تكلمنا عن هذه الجزئية؟ يعني هذا يندرج في إطار الحرب الدعائية. عادة في النزاعات تستخدم الحرب الدعائية، وتستخدم كل الحرب الدعائية من ضمنها التضليل والتزييف والكذب. لكن في صراع كبير من هذا النوع على مدى 7 عقود، في تفاصيل كثيرة وفي أمور كثيرة، لا يمكن للكذبة وللمعلومة المضللة أو المضللة وللمعلومة المزيفة أن تصمد. إيه نعم صحيح أن المعلومة المزيفة قد تنتشر بسبب السوشيال ميديا وبسبب ازدياد المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أنها لا تستطيع أن تصمد مع مرور الزمن. غالبا هذه المعلومات المزيفة
سوف تضمحل. هي تأخذ وقتها يوم يومين تصبح من الممكن ترند أو تصبح هاشتاج يتداوله المستخدمون، لكن سرعان ما تموت بنفس السرعة التي ظهرت بها. أما الحقائق، أما المعلومات، أما الوقائع المسندة بالأدلة، فهذه هي التي تبقى في الساحة، هذه هي التي تحرك، هذه هي التي تحدد المواقف حقيقة، المواقف العقلانية من المواقف العاطفية. من يريد أن يتبنى موقفا من القضية الفلسطينية قائم على منطلق عاطفي هذا شأنه، لكن هناك آخرين لا يتبنون هذه المقاربة، يتبنون مقاربة أننا نأخذ موقف من القضية الفلسطينية بناء على معطيات حقيقية، بناء على معلومات، بناء على سردية تاريخية، لا أقول حقيقية 100%، لكن على أقل تقدير أنها مجمع عليها. لا أحد ينكر الكثير من لا أحد ينكر حرب 48 وما جرى في حرب في عام 48، لا أحد ينكر حرب 56 أو 67 أو 73 وما جرى فيها. إيه نعم، من الممكن واحد يلعب على التفاصيل الصغيرة ويحاول أن يزيف، لكن مخرجات هذه الحوادث التاريخية الكبيرة لا أحد ينكرها، وبالتالي الحقيقة والمعلومة الحقيقية والمدعمة بالأدلة هي التي تصمد، وهي التي يقدر لها أن تقود السلوك أو تأخذ الناس إلى اتخاذ موقف معين من هذه القضية. نعم، ما هي السردية في نظرك؟ لو تعطينا يعني ملخص فقط للناس، لأنه حتى رغم كل هذه المدة التي مضت في هذا الصراع لا زال في ناس لا يعرفون السردية الحقيقية، لو تعطينا ملخص السردية اللي سمعناها والسردية اللي تتبناها الأقلية مثلك ومثلي أو مثل الأشخاص الموجودين على القائمة اللي هم أقلية ضد التيار العام الموجود في الشرق الأوسط، ما هي ملخص السرديتين؟ يعني تذكر أخ رشيد قبل بداية حرب غزة انتشرت، وهذه عادة ما تظهر، تنتشر بعض الصور عن مثلا جواز سفر باسبورت مكتوب عليه جواز سفر فلسطيني يعود إلى ما قبل عام 48، هناك الدينار أو العملة المعدنية التي اسمها الدينار الفلسطيني، هناك الكثير من هذه الرموز التي يراد لها أن تسوق على أن هناك دولة فلسطينية كانت قبل 48، وهذا غير صحيح إطلاقاً. لم توجد هناك دولة قبل 48 وإلى يومنا هذا، دولة بمعنى دولة معترف بها وعضو في الأمم المتحدة، هذا لم يحدث سابقا. تقصد دولة اسمها فلسطين؟ يحدث حاليا نهائيا. تقصد دولة اسمها فلسطين لم تكن موجودة لم تكن موجودة نهائيا. لم تكن موجودة. ما قبل 48 كان هناك وضع اسمه فلسطين الانتدابية، وهي مقاطعة أو إقليم تحت الحكم البريطاني المباشر، ولهذه السلطة التي اسمها سلطة فلسطين الانتدابية لديها مؤسسات سيادية كانت قادرة على إصدار عملة، وكان هناك شيء اسمه صندوق النقد الفلسطيني، وهو لا يمت لا من قريب ولا من بعيد بفلسطين المعروفة حاليا، هو صندوق نقد موجود مقره في لندن ويرأسه بريطاني وأعضاءه 12 شخص بريطانيين لا يوجد فيهم عربي واحد. هؤلاء الذين أصدروا ما يسمى بالدينار الفلسطيني، كذلك الجواز الفلسطيني، هذه السلطة بريطانية. كذلك على سبيل المثال في الألعاب، المنتخب الفلسطيني الذي شارك في تصفيات كأس العالم لعام 1934 و38، هذا الفريق أو هذا لا يمت بقريبنا أو بعيد إلى الفلسطيني العرب. كل اللاعبين والاتحاد الذي أنشئ الذي أنشأته سلطة الانتداب البريطاني الذي اسمه الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم كلهم بريطانيين وكلهم بريطانيين ويهود، ولا يوجد عربي واحد مسلم واحد في هذا الفريق الذي شارك في تصفيات 34 و38. مثل هذه المعلومات، مثل هذه الحقائق المزيفة تسوق إلى المتلقين للإشارة على أن هناك دولة كانت اسمها فلسطين قبل عام 48 وقبل قيام دولة إسرائيل. بطبيعة الحال هذا غير صحيح وغير دقيق نهائيا. نعم،
وحتى العملة لو دققنا فيها وحتى الباسبور تجد أنه كان في بين قوسين ويوجد اختصار لكلمة أرض إسرائيل بالعبري، والترجمة مكتوبة يعني الباسبور مكتوب بالعربي وبالإنجليزي وبالعبري، وأيضا نفس الشيء بالعملة تجد لماذا توجد العبرية إذا لو لم يكن هناك يهود في هذا المكان. أشياء كثيرة تدعو للتساؤل. إذا أرض أو مقاطعة فلسطين وبين قوسين أرض إسرائيل، هذه هي المعلومة التي لا يقولونها. بالتأكيد بالتأكيد، وأكثر من ذلك يعني فلسطين أو إسرائيل، دولة إسرائيل، علينا أن نعلم جميعا أن دولة إسرائيل أنشئت وفقا للشرعية الدولية التي قامت بعد الحرب العالمية الثانية. مجلس الأمن الخمسة الكبار الدائمين قرروا منح هذه الدولة الاستقلال، بمعنى أن قيام دولة إسرائيل هو ليس عن طريق الاحتلال، هو ليس عن طريق طرد السكان، هو ليس عن طريق الاستيطان واستبدال الديموغرافي، بالعكس تماما. قيام دولة إسرائيل جاء وفقا للشرعية الدولية تماما، على نفس المنوال عندما تأسست باكستان على سبيل المثال، أيضا كانت بموافقة الشرعية الدولية وأقيمت وفق نفس الأسس، وهي فصل الناس بناء على الدين، وأنشئت باكستان دولة إسلامية، بينما كان من المفروض أن تكون جزءا من الهند قبل الانسحاب البريطاني. كثير كثير من الدول أنشئت على غرار إنشاء دولة إسرائيل. وبالتالي نحن ربما يقول ربما أستاذ صفاء، ربما يقول قائل ألم يتم تهجير الفلسطينيين في 48؟ ألم يتم إخراج البعض من بيوتهم؟ ألم يتم الاستيلاء على بعض الأراضي في حرب 48؟ ما قولك؟ يعني لكي نجيب على هذا السؤال حقيقة علينا أن نفكر بطريقة الناس في عام 48. كيف كانت الأجواء في عام 48؟ أعطيك مثالين على أساس تفهم ما الذي حدث في 48. رقم واحد، في عام 1923 جرى تبادل سكاني ما بين تركيا واليونان. تم ترحيل 1,600,000 تركي بين قوسين مسيحي أرثوذكسي إلى اليونان، وتم جلب بدلا عنهم 600,000 مسلم كانوا يعيشون في اليونان. هذا تبادل سكاني ووفق اتفاقية ومن دون حرب. ناس 1,600,000 مسيحي انتقلوا من تركيا إلى اليونان، و 400 أو 600 انتقلوا من اليونان إلى تركيا. هذا في عام متى؟ هذا في عام 23، أي تقريبا قبل حوالي 19 سنة من قيام دولة إسرائيل أو 20 سنة من قيام دولة إسرائيل. المثال الثاني وهو قيام دولة باكستان. عندما انفصلت باكستان وقرر محمد علي جناح الانفصال بالمسلمين وإقامة دولة اسمها باكستان، أي بلاد الأطهار، كتمييز عن بلاد الأنجاس الهندوس. أخذ معه 10,000,000 مسلم وطرد 10,000,000 هندوسي من باكستان. فكان هناك سكان طردوا من السند من باكستان، سحبوا من أراضيهم، من مزارعهم، من قراهم، من وظائفهم، وألقوا على الحدود. لماذا؟ فقط لأنهم هندوس، لا يجب أن يعيشوا مع المسلمين. بالمقابل أيضا هناك مسلمون كانوا يعيشون في الهند قرروا الذهاب إلى الدولة الناشئة، تماما كما حدث مع اليهود في الشرق الأوسط الذين غادروا بلدانهم في الشرق الأوسط وذهبوا إلى إسرائيل الدولة الناشئة. إذن هذه هي الذهنية التي كانت سائدة في النصف الأول من القرن العشرين. لكي نستوعب ما حدث في عام 48، سواء كان تهجير أو سواء كان نزوح، أي تسمية تفضلها، إلا أنها لا تختلف عن السياق التاريخي الذي حدث ليس فقط في الشرق الأوسط ولكن حتى في أقاليم أخرى ومناطق أخرى من العالم. هكذا كانت الدول الناشئة في النصف الأول من القرن العشرين تنشأ. وفوق هذا كله في ما حدث في عام 48،
فوق هذا كله أنهم لا يذكرون أنه العرب كانوا يقومون بمذابح تجاه اليهود، وأيضا رد عليهم اليهود في بعض المذابح أيضا مثل دير ياسين، لكن أيضا كان في مذبحة الخليل مثلا من الفلسطينيين تجاه اليهود، وبالتالي لما قامت الحرب أكيد أنه سيطردون بعد الحرب، بعد انتهاء الحرب الذين انضموا للأعداء أكيد سيطردونهم، يعني ما هو للحرب نتائج. خليني أمر لنقطة أخرى في هذه الحرب على السوشيال ميديا. حتى حماس استخدمت الميديا، السوشيال ميديا على غرار داعش، فيديوهات تنتج لكتائب القسام قصيرة توضح الاستهداف الجنود الإسرائيليين بالمثلث الأحمر إلى آخره، مع الإفكتس الحاجات التي تضاف في الإديتين وأشياء كثيرة، بهارات بتاع الميديا، وأيضا صوت أبو عبيدة الذي صار أيقونة عند الكثير من المسلمين والعرب ويعتبرونه هو البطل الجديد، محرر القدس، محرر الأقصى، محرر فلسطين بلثامه وبتصريحاته ولغته الفصحى واستشهاده بآيات القرآن والأحاديث. كيف استخدمت حماس السوشيال ميديا؟ يعني هي هذه أحد الكوارث حقيقة. يعني كان المفروض حماس أن تصدر للعالم فكرة أنها حركة تحرر وطني، لكنها صدرت نفسها بكل بساطة وبكل إصرار وبكل فخر على أنها حركة إرهابية. يعني ما الذي يختلف فيه أبو عبيدة وهو ملثم عن المشاهد التي شاهدناها من متحدثين داعش الذين كانوا يقفون على رؤوس الضحايا والرهائن ويذبحونهم ويلقون الخطاب وهم ملثمين؟ يعني صورة أبو عبيدة، الصورة الإعلامية التي أراد قادة حماس أن يصوروها، هي صورة إرهابية بامتياز. وهو هذا الذي جعل العالم بشكل عام ينفر من هذه الصورة، لأنها ببساطة تذكرهم بماضي ليس بعيد وهو ماضي سيء جدا، ماضي مضمخ بالدماء، دماء الضحايا والأبرياء. ما الذي كان يفكر فيه دعاة حماس أو حركة حماس وهي تحاول أن تصدر لنا هذه الصورة الإرهابية؟ كان ببساطة شديدة أن تقدم لنا صورة مغايرة، صورة قد تكون على غرار صورة حركة فتح في الضفة الغربية. نحن لم نشاهد أي مسؤول في حركة فتح ملثم وهو فلسطيني وهو يخوض نضال فلسطيني وجزء من الحركة الوطنية الفلسطينية، لكنه ليس ملثم، لا يتبنى هذا الخطاب الإرهابي أو هذه الصورة الإرهابية. كان بإمكان حماس أن تقدم أداء إعلامي أفضل بكثير، لكن من حسن حظنا، أنا أعتبر من حسن حظنا، أنهم وقعوا في هذا المطب الذي أظهر حقيقتهم بشكل جلي بعد يوم 17 على أنها 7 أكتوبر، على أنها حركة إرهابية قلبا وقالبا، لا تسعى إلى السلام، لا تسعى إلى فلسطين حرة، وإنما تسعى إلى إقامة خلافة إسلامية يسيطر فيها المسلمون كأغلبية على بقية الأقليات في هذه المنطقة. طيب، وبالمناسبة في حديث الأقليات، يعني هناك حديث كبير إذا سمح لنا المجال من ممكن أن أتطرق له. نعم، ما أريد قوله أيضا كيف استخدمت حماس الفيديوهات، فيديوهات الحرب وتبادل الأسرى، وأنه تعطيهم حلوى وتعطيهم ماء، وانظروا أنه وهاي فايف، وانظروا التي وقعت في حب أحد يعني المقاتلي حماس، بنت مخطوفة وقعت في حب أحدهم، وانظروا كيف لا تريد حتى أن تغادر وتعود إلى إسرائيل. يعني قصص رهيبة نسجت على السوشيال ميديا، وناس تعلق لن يتزوجك، هم يحتاجون إلى رجال مثل رجال القسام، انظروا كيف أبهرت كتائب القسام العالم بحسن تعاملها مع الأسرى، انظروا كذا، انظروا. يعني تضليل رهيب على السوشيال ميديا. تعليقك. حماس بشكل عام، يعني وباختصار، تبنت موقفين في خطابها الإعلامي. الموقف الأول هو تعظيم أرقام الضحايا، ضحايا الحرب من المدنيين في غزة، لخلق نقطة ضغط دولية
تضغط على حكومة الإسرائيلية يوقف إطلاق النار. هذا الهدف الأول. أما الهدف الثاني فهو تعظيم عدد القتلى من الجيش الدفاع الإسرائيلي لكي يشكلوا نقطة ضغط محلية في داخل إسرائيل تضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف إطلاق النار. كلا الهدفين فشلا تماما في تحقيق أهدافهما. المجتمع الدولي قلبا وقالبا مع إسرائيل في استمرار الحرب لاستئصار شأفة داعش، شأفة داعش حماس من الضفة من قطاع غزة. أما الهدف الثاني ببساطة إسرائيل والشعب الإسرائيلي حكومة وشعبا يشعرون أنهم في مرحلة في معركة وجودية، فبالتالي أي رقم من الضحايا من أو عفوا من القتلى الذي تقدمهم إسرائيل في هذه المعركة هو مقبول. أي رقم من الممكن أن تتخيله أن يفقده جيش الدفاع الإسرائيلي في هذه المعركة هو مقبول رسميا وشعبيا وسوشيال ميديا إسرائيليا. لأنهم تابعت المعركة لأنها معركة وجودية. خليني أعلق على هذه الجزئية. لما تتابع بعض المواقع وحتى بعض القنوات المتبنية للسردية المساندة لحماس تشعر وكأن الجيش الإسرائيلي يكاد يندثر، يعني تقريبا 5000 قتيل ومش عارف عدد الجرحى، والدبابات يوميا مئات الدبابات يتم تدميرها، وأنه تقريبا الجيش الإسرائيلي على وشك أنه يسحق سحقا تاما. هذا ما تقدمه بعض الجهات على وسائل التواصل الاجتماعي. كيف تعلق على هذه المبالغة واللا واقعية؟ أخ رشيد هذا ليس جديدا، يمكن كثير من الشباب لا يذكر، لكن بإمكانهم أن يقرأوا عن شخص اسمه أحمد سعيد، وهو كبير المعلقين الإذاعيين في إذاعة صوت العرب في القاهرة في حرب 67، ما الذي كان يلقيه على مسامع العرب. كان أيضا يقول في اليوم الأول أسقطنا 300 طائرة، وفي اليوم الثاني 400 طائرة، ونحن دباباتنا أصبحت على مشارف تل أبيب، وفي غضون 6 أيام استفاق العرب على واحدة من أكبر كذبات الإعلامية العربية في القرن 20، وهي حرب 67 وكارثة حرب 67. هذا في عام 67 أحمد سعيد. نفس الشيء حدث مع محمد سعيد الصحاف في عام 2003، عندما كان يلقي خطابه في فندق الميريدان في وسط بغداد، وكانت أمامه الرتل الأمريكي يعبر جسر الجمهورية، وهو يقول نحن قاب قوسين أو أدنى من القضاء على الجيش الأمريكي الذي دخل العراق. وماذا كانت النتيجة؟ بعد حوالي 6 ساعات سقطت بغداد، وشفنا المشاهد سقوط التمثال في يوم 9/4/2003. نفس الذهنية يا أخ رشيد، ماكو شيء تغير، لا جديد، نهول من انتصاراتنا التي هي بالحقيقة هزائم. وواحدة من مآسي هذا العصر أن المتلقي العربي أسير الكلمات أو أسير الخطاب العاطفي. هزيمة 48 عندما هزمت 5 جيوش عربية أمام الجيش الدفاع الإسرائيلي سميناها نكبة. عندما هزمت مصر في عام 56 سموها العدوان الثلاثي. عندما هزم العرب في 67 سموها نكسة أو نكبة. نكبة أيضاً، يعني ما هو النكبة هي الأولى والنكسة الثانية، هم شاطرين في الأسماء. فهذه الكلمات السحرية التي تحاول أن تخفف من هول وشناعة الهزيمة كان الأجدى تحديداً بالمؤسسات الإعلامية العربية في ذلك الوقت وحالياً، أن تصف الأشياء بمسمياتها، أن تقول الهزيمة هزيمة وأن تقول الانتصار انتصار. كان يجب على العرب أن يتعاملوا مع الهزيمة ويعطوا للهزيمة حقها، بمعنى أنه أنا أعترف كما اليابان كما ألمانيا، أنا أعترف أنني هزمت عسكريا اجتماعيا اقتصاديا وفي كافة المناحي مع الدول العظمى، وبالتالي علي أن أعيد ترتيب بيتي الداخلي وأعيد ترتيب أولوياتي وأمضي قدما إلى الأمام وأنسى الهزيمة وأضعها في الخلف. ما الذي حدث عندما لم ننصف الهزيمة، عندما لم نعطي الهزيمة حقها؟ أصبحنا متشبثين بآمال زائفة
وأصبحنا ننكر ما هو واقع وحقيقي بالضرورة ومعلوم بالضرورة. أصبحنا ننكر أننا هزمنا ونتأمل خيرا في الأيام القادمة. وأصبحنا أسارى أو أسرى ل75 سنة، نحن أسرى أمل أن يأتي يوم بين قوسين تتحرر فيه القدس. وتحت هذا الخطاب المضلل والعاطفي سحق كل شيء في الشرق الأوسط. للأسف. الحريات سحقت، النظم السياسية سحقت، النظم الاقتصادية سحقت، النظم المعرفية والتعليمية سحقت، والصحية كل شيء سحق، كلها في 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 على مذبح الحلم الوردي الذي سوف يأتي اليوم الذي تتحرر فيه القدس، أو بين قوسين سوف نصلي كلنا في القدس. طيب ما تعليقك بالنسبة للأسرة؟ أهملنا السياسة، أهملنا كل شيء. ما تعليقك بالنسبة للأسرة الفلسطينيين اللي عند إسرائيل؟ الاثنين، استخدام سوشيال ميديا للأسرى، يعني محاولة عمل نوع من المقارنة ما بين أسرى لدى إسرائيل والأسرى لدى حماس، والصورة الوردية للأسرى عند حماس، والصورة اللي كل واحد يطلع من عند إسرائيل ويقول لك أنا معطوب وعملوا لي، يعني هذه المقارنة التي تمت في السوشيال ميديا. يعني دخلت في سجال مع أحدهم أو مع جهة من الجهات حول إسراء الجعابيص التي أطلق صراحة، والتي أصبحت شغل الشغل لوسائل التواصل الاجتماعي، ببحث بسيط ليس في المحتوى العربي، ببحث بسيط في المحتوى الإنجليزي، في المحتوى الفرنسي، في المحتوى العبري، تستطيع أن تصل إلى الحقيقة، على أنه هذه كانت امرأة إرهابية وكانت تعاني من اكتئاب، وقامت بعملية إرهابية تعرضت خلالها إلى هذا الحريق والتشوه الذي صار فيه، وحكمت 11 سنة، وكانت قاب قوسين أو أدنى أن تخرج من السجن مع انتهاء محكوميتها. خرجت يعني الإعلام العربي وخاصة الجزيرة وصفحات الجزيرة والمتعاونين أو جمهور الجزيرة سوقوا إلى فكرة أنها بطلة، وأن المقاومة في غزة هي التي استطاعت أن تحرر هذه السيدة. كثير من المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية قاموا بأعمال إرهابية أو ساعدوا على الإرهاب أو حرضوا على الإرهاب، لا جدال في ذلك أبدا، لا جدال في لكنهم ذلك. يتحدثون عنهم على أساس أنهم أطفال، يعني أصغر المطلق صراحة هم كان حوالي عمره 16 سنة. 16 سنة من الممكن أن يكون مؤذي جدا، من الممكن أن يقوم بعمل مؤذي جدا، بالتالي هو ليس في خانة الأطفال. أي نعم، تعريفا اصطلاحيا من الممكن أن نضعه في خانة الأطفال طالما هو أقل من 18 سنة، لكن واقعا فعليا 14 13 14، يا سيدي 12 سنة، 12 13 14 15 16 17، قادر على أن يقوم بفعل عنيف ومؤذي جدا. وبالتالي يعني ما الحل مع هذه الفئة العمرية؟ أكيد يوضع في السجن، بالتالي هو ليس طفل، هو شخص قام يعني 14 سنة ويحمل قنبلة، 14 سنة وينقل RPG أو ينقل كلاش لشخص آخر، هذا فعل عنيف ويعاقب عليه القانون. بالتالي يعني مكان السجن، مكان الطبيعي السجن. وما الذي حدث؟ يعني ما الذي حدث مع صفقة تبادل الرهائن؟ أطلقوا حوالي 600 فلسطيني، خلال 3 أسابيع تم اعتقال 2000. نعم. وهذا يحيلنا إلى 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 مدى النجاعة السياسية التي تملكها حماس في تعاطيها مع ملف ما يسمى بالأسرى. كيف أنت تخوض حرب مع هذا الكم الهائل من التدمير، وتضع أمام على رأس أولويات هذه الحرب وأطلاق سراح ما يسمى بالأسرى، وأنت خلال أسبوعين تم مضاعفة العدد الذي أطلقته ب3 مرات؟ يعني وين الاستراتيجية؟ وين الفكر؟ وين الخيال السياسي؟ كيف تقاد الأمور في حماس وفي غزة؟ حقيقة شيء مدهش من الغباء ومن الاستخفاف بالدماء ومن الاستخفاف بمصائر الناس بهذا الشكل، فقط لتحقيق مكاسب معنوية أو لتحقيق تعاطف دولي. أحد الـ عندما تدخل في مناقشة، رشيد أنت أكيد ملاحظ هذه الملاحظة. نعم. يقول لك على أقل تقدير، يعني من فوائد حرب غزة،
على أقل تقدير أنها كشفت لنا ازدواجية الغرب والدبل ستاندردز تبع العالم الغربي فيما يتعلق بحقوق الإنسان إلى آخره. يا سلام، تمام. يعني وكأنما هذا الهدف وهو كشف مدى فساد وازدواجية النظم السياسية الغربية يستحق أن تدفع في سبيل 18 ألف ضحية. يعني هل فكرة كشف الزيف الغربي تستحق أن تدفع أمامها 18 ألف ضحية؟ لا يجوز، يعني هذا المنطق لا يجوز أن يسود. وعندما تتحدث يتهمونك بأنك صهيوني وأنك عميل وأنك كذا. يا رجل، نحن لا نقول أن الحضارة الغربية هي حضارة مثالية أو النظم السياسية الغربية هي نظم سياسية مثالية، لكن لنكون صادقين، هي على أقل تقدير هي أفضل المتاح. هذه النظم والحضارة الغربية والنظم السياسية الغربية، على الرغم من الدبل ستاندرد تبعها وعلى الرغم من كثير من المطبات العسكرية والسياسية التي وقعت فيها خلال ال50 سنة الماضية، إلا أنها ما زالت حتى الآن هي أفضل المتاح على سطح الكوكب. والدليل على ذلك أن سكان الشرق الأوسط عندما تضيق بهم الضائقة يذهبون إلى تلك النظم وإلى تلك البلدان وإلى تلك الحضارة. لماذا؟ لأنها أفضل المتاح. لا أحد منهم طيب. يفكر للذهاب إلى روسيا، لا أحد منهم يفكر للذهاب إلى إيران أو الصين. نعم. إلى الملاحظ أنه على السوشيال ميديا انتشار معاداة السامية بشكل كبير، حتى صارت وكأنها هي المقياس. يعني عادي يقول لك يهودي كلب خنزير، اليهود لعنهم الله، نقتل اليهود، من النهر إلى البحر. يعني معاداة السامية، فكرة أيضا هذه الفكرة الوهم أنه يوما ما سنزيل إسرائيل وناخد هذه الرقعة الجغرافية كلها وتصير فلسطين. يعني من جانب أنا أتكلم عن المعاداة السامية، ومن جانب هذا الوهم، الاثنين لو تعلق لي عليهم. يعني لنبدأ بشعار أو سلوغن تبع إلى النهر أو من النهر إلى البحر. بالمناسبة هذا الشعار ترفضه منظمة التحرير الفلسطينية، حركة فتح، وهم فلسطينيون وقعوا على اتفاق أوسلو، وبموجب اتفاق أوسلو لا يوجد شيء اسمه فلسطين التاريخية، لا يوجد شيء اسمه من البحر إلى النهر، يوجد الضفة الغربية وقطاع غزة. فبالتالي هذا المصطلح الذي يتم تداوله من البحر، أو الشعار من البحر إلى النهر، وللأسف يتم تداوله أحيانا في جامعات كبرى، في جامعة بنسلفانيا، في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، في جامعة هارفارد في الولايات المتحدة، وفي كثير من المواقع الأكاديمية في أوروبا، بشكل يفتقر إلى المنطقية، يفتقر إلى العقلانية، يفتقر إلى الحقيقة. أنت بهذا الشعار تعارض فصيل كبير فلسطيني اسمه منظمة التحرير الفلسطينية لا تعترف بشيء اسمه فلسطين من النهر إلى البحر في كل أدبياته ما بعد عام 93. ناهيك عن أنه في خلال الفترة الماضية أيضا نشهد ارتفاع منسوب ما يسمى بمعاداة السامية. أنا لدي موقف من قصة معاداة السامية أو مصطلح معاداة السامية، لكن ليس هذا المجال لذكره. نحن نفهم معاداة السامية على أنها كراهية اليهود تحديدا، واضطهاد اليهود والتنكيل باليهود وإقصاء اليهود من أي مشهد سياسي في أي مكان هم يعيشون فيه. هذا هو المفهوم معاداة السامية. وللأسف الشديد هذا المفهوم أو هذا معاداة السامية انتشرت بشكل كبير بعد يوم 17، على الرغم من الفضائل التي ارتكبتها حماس، لأنه معاداة السامية ازدادت مناسيبها في الولايات المتحدة وفي أوروبا وفي كثير من البلدان، إلى الحد الذي أصبح للأسف الشديد من المباح أنه يتكلم أشخاص اعتباريين أحياناً، أدباء، كتاب، صحفيين، فنانين، قادة رأي، نحن نسميهم هؤلاء كلهم قادة رأي، يتكلمون بصراحة ويعبرون بصراحة عن كرههم لليهود لأنهم يهود، صحيح، وليس لأنهم إسرائيليين، وليس لأنهم على قولهم محتلين أو غير محتلين، لا، لأنهم يهود. بالمناسبة
يعني جزء كبير من الصراع هو لماذا هذا الصراع؟ لماذا هذا الصراع الذي عمره أكثر من خلينا نقول 80-90 سنة؟ يعني من عام 36 ثورة القسام وما قبل ثورة القسام بقليل. الثيمة الأساسية التي تخرج من هذا الصراع هي ثيمة واحدة، إنه العرب لا يسمحون لأقلية أن تنفرد وتحكم نفسها. العرب المسلمون لا يسمحون لأقلية تعيش بين ظهرانيهم أن تستقل وتحكم نفسها تماما، يرفضون قيام على سبيل المثال انفصال الأقباط في مصر أو انفصال الأكراد في شمال العراق. أي أقلية في الشرق الأوسط غير مسموح لها أن تحكم نفسها، يجب أن تخضع لأسيادهم. من هم أسيادهم؟ العرب المسلمون. نقطة رأس سطر، هذا واضح جدا، هذا هو لب الصراع. ولهذا هذا الرفض الكامل الشاسع الواسع من المحيط إلى الخليج لقيام دولة إسرائيل. لماذا؟ لأنهم أقلية ولا يسمحون بالمناسبة يعني هذا البلوك أو هذا الحظر على انفصال الأقليات هذا ليس حديث، هذا عمر 14 قرن صحيح. هذا عمر 1400 سنة لا يسمح للأقليات التي سيطر عليها العرب والمسلمون أن يحكموا أنفسهم صحيح. وهذه النظرة الجديدة التي جاءت إلينا في القرن العشرين، وهي قيام الدول الوطنية وقيام الدول بناء على الأعراق والأقوام والأديان إلى آخره، لا تنسجم مع فكرة الخلافة. العرب لا يعترفون بالدولة الوطنية. الدولة الوطنية عليهم. منتج غربي جديد عليهم. العرب لديهم الخلافة وهم يطمحون للخلافة، ولاية الفقيه تسعى للخلافة بشقها الشيعي. حزب الله يسعى إلى الخلافة بشقها الشيعي. حركة الإخوان المسلمين تسعى إلى الخلافة بشقها السني. حماس تسعى إلى الخلافة بشقها السني. الجهاد الإسلامي وكل التنظيمات، جبهة النصرة، التنظيم داعش، كل هذه تسعى إلى مفهوم الخلافة. وبالتالي لا يوجد شيء اسمه الدولة الوطنية. يعني أنا أستغرب أستاذ صفاء، أستاذ صفاء، لما نكون نناقش مع واحد مثلا تلاقيه صحفي مفروض أنه مفكر أو كاتب ومفروض أنه لديه قدرة على الاستقراء، لديه قدرة على تفكيك الأمور، على نوع من التفكير العقلاني الواقعي، ويقول لك في يوم من الأيام هنطرد اليهود وناخد الأرض، في يوم من الأيام ستزول إسرائيل، ويبتدي يعطيني قياسات فاسدة. انظر لفرنسا احتلت الجزائر والمغرب وطردت، انظر للدولة كذا كذا احتلت وطردت، فأي احتلال هو إلى زوال. كيف ترد على هذه الفكرة؟ التاريخ واسع حقيقة، من يقرأ التاريخ، هي قليل الدول يمكن على أعداد أصابع اليد الواحدة الدول التي عمرها أكثر من 1000 سنة. يعني خلال 1000 سنة شهدنا ظهور دول عديدة، إمبراطوريات عديدة، واختفت من سطح التاريخ ومن صفحات التاريخ، انتهت. دول أنشئت وانتهت. وبالتالي حركة التاريخ تدفع باتجاه هذه التغييرات. هذه طبيعة الحركة البشرية، إنه لا شيء دائم إلى الأبد. إلى حد قبل سنوات قريبة كان هناك شيء كبير جدا اسمه الاتحاد السوفيتي. أين هو الاتحاد السوفيتي؟ انتهى. وبالتالي حركة الدول أو تشكيلات الدول هذه من الممكن أن تتغير لظروفها الطبيعية، لظروفها الموضوعية، ولكن ليس بسبب إسقاطها الدينية. أي نعم، من الممكن أن تزول إسرائيل لأي سبب آخر، لأي سبب من الأسباب، بعد حوالي 100 سنة 200 سنة 500 سنة هذه حركة التاريخ، من الممكن أن تكبر إسرائيل ويتحول اسمها إلى شيء آخر غير إسرائيل، لكن هو أساس إسرائيل. ممكن أن تكون جزء كبير من الشرق الأوسط، من الممكن هي أن تكون جزء من شيء أكبر من عندها. هذا الشيء طبيعي، هذه هي حركة التاريخ الطبيعية، لكن ليس بسبب إسقاط ديني، ليس بسبب وعد إلهي يقول للمسلمين أنكم سوف تحاربون قبل يوم القيامة اليهود وتقتلونهم، ويأتي اليهودي ويختبئ خلف الشجر والحجر ويقول الشجر والحجر تعالى يا مسلم فإن خلفي يهودي فتعالى فاقتله. هذا مو منطق.
أنت لا تستطيع الآن أن تعيش في القرن 21 وتتبنى مثل هذه السردية. ببساطة سوف تكون منعزل، منغلق، بعيد عن الواقع، وبالتالي كل ردود أفعالك، كل تصرفاتك، كل سياساتك، كل مناهجك هي خارجة عن الواقع، هي تنتمي للقرن السابع، هي لا تنتمي للقرن 20. وما هي النتيجة؟ النتيجة مزيد من الجهل والتخلف في آخر ركب الأمم، لكل من يبحث أو يتلمس طريقه وفقا لسرديات القرن السابع. نحن نقول حركة التاريخ ماضية إلى الأمام، أي من الممكن أن يحدث أي شيء في المستقبل، لكن بالتأكيد هو ليس بسبب إسقاطات دينية، ولكن بسبب حركة المجتمعات والناس والكتل والاقتصاد والسياسة والتحالفات والعلاقات التي تربط بين القوى في المنطقة وفي العالم. أي من الممكن كل شيء يتغير، من الممكن العراق لم يعد عراق، من الممكن سوريا لم تعد سوريا، مصر إلى آخره. نعم، أكيد لاحظت أن هناك أوهام سيطرت على خلينا نقول العقل الجمعي المتحدث باللغة العربية أو العربي، هناك أوهام سيطرت عليه. السوشيال ميديا عملت نوع من الانفجار لهذه الأوهام، يعني الناس متوهمة أشياء كثيرة. هل ممكن تكلمنا عن بعض هذه الأوهام واللي ضخمت، تم تضخيمها من خلال السوشيال ميديا؟ سوف نصلي في القدس، هذه واحد من أكبر الأوهام التي تسيطر على الذهنية العربية والإسلامية. بالمناسبة هو لا أحد يسعى إلى تحرير القدس، هو يريد أن يصلي في القدس، لكن هو يتمنى أن يقوم شخص آخر بمهمة التحرير. لا يريد أن يتحمل تبعات بين قوسين التحرير، هو فقط يتمنى أن يصلي في القدس كمسلم في أرض يعتبرها إسلامية. بالمناسبة يعني السردية العربية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية هي سردية إسلامية، صحيح. هي تنظر إلى فلسطين على أنها أرض إسلامية وليس على أنها أرض وطنية، وهذا ما يقوله ميثاق حماس، وهذا ما يقوله ميثاق حفان. بالتأكيد هي أرض إسلامية، وبالتالي يعتقدون أن من حقهم أن تعود هذه الأرض فقط لأنهم مسلمين، صحيح. وبالتالي هذه 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 جزء مؤسس في الذهنية العربية. الأوهام التي ذكرتها هي ذهنية أنه سوف يأتي يوم نحرر القدس. لماذا يعيش العربي المسلم هذا الوهم؟ ببساطة لأنه غير مكلف. هذا الحب نسميه فطري، نسميه بدائي لكل ما يتعلق بفلسطين وغير فلسطين، هذا حب غير مكلف. لا يستطيع المسلم العربي في الشرق الأوسط أن يتحمل القصف ويتحمل التفجير ويتحمل التخريب لكي تعود فلسطين. في لحظة الحقيقة الكل سوف يولي الأدبار، لكن يبقى هذا الهاجس، يبقى هذا الحلم بأن هناك شخص ما، جهة ما، هناك جماعة ما سوف تتولى مهمة تحرير القدس، ونحن من بعيد نصفق لها وندعم هذا التوجه. لكن ما الذي يحدث، ما الذي حدث خلال السبع عقود الماضية؟ لا شيء في 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 سبيل تحقيق هذا الحلم. نعم. الـ 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 الشيء الآخر أنه يعني سنزيل إسرائيل. أنا دائما أسألهم كيف يعني هتعملوا إيه في 7 مليون يهودي موجودين في إسرائيل؟ ماذا ستفعلون فيهم؟ بعض الناس حتى يقولون لك يذهبوا إلى بولندا أو يرجعوا لأوروبا. ما هو مش كلهم أولا من أوروبا، مش كلهم جو من أوروبا، واللي جو من أوروبا ماتوا في أحفادهم، حتى لا يعرفون، البعض منهم لا يعرف حتى الدول التي أتوا منها، لا يستطيع أن يتأقلم معها. وماذا نفعل في اللجوء من البلدان العربية، من العراق واليمن والمغرب والجزائر ومصر وكل هذه الأمور؟ هذا وهم من الأوهام، كيف تحلله، كيف تفصله؟ يعني هو الخطاب السياسي العربي تجاه فلسطين حقيقة يناقض نفسه بشكل واضح جدا، ولا يفهم التحولات والتغيرات التي تحدث بمرور الزمن. على سبيل المثال، العربي لا يفهم أنه دولة إسرائيل هي لم تعد دولة ناشئة، وأن هناك على أقل تقدير 4 إلى 5 أجيال نشأت في هذه الدولة من الرعيل الأول المؤسس، لا تربطهم أي علاقة بالدول التي قدموا منها،
وجذورهم ضاربة أصبحت راسخة في هذه الأرض. وأنه الإسرائيليون على مدى 75 سنة استطاعوا أن يرسخوا أقدام هذه الدولة ومؤسسات الدولة، استطاعوا أن يبنوا مؤسسات راسخة وكبيرة ضربت جذورها في هذه الأرض. فتعال أنت كيف تغير هذا الواقع؟ يجب أن تفكر، إذا تريد حل للقضية الفلسطينية في عام 21 عليك أن تأخذ كل معطيات عام 21 أو 22 أو 23، يجب أن تكون لصيقا بالواقع وتفهم ما الذي حدث. لا يمكن تحت أي ظرف أنه الآن تأخذ 9 مليون، خلينا نقول 7.5 إذا عرب 48، 7 مليون يهودي وترسلهم إلى أوروبا. ما الذي قال، من الذي قال أنه كل اليهود أو الإسرائيليين الموجودون في دولة إسرائيل هم قدموا من أوروبا؟ جزء كبير من عندهم، أكثر من 30% من الشعب اليهودي الإسرائيلي قدموا من منطقة الشرق الأوسط، هم أبناء منطقة الشرق الأوسط، قدموا من العراق، قدموا من سوريا، قدموا من مصر، قدموا من شمال أفريقيا. فهؤلاء إلى أي منطقة سوف يعودون؟ إذا كنت قادر على دفع بعض الناس إلى العودة إلى بولندا وأوروبا الشرقية، فما الذي تفعله باليهود الذين قدموا من الشرق الأوسط؟ هذا كلام غير منطقي، كلام غير عقلاني. الغرض من عنده فقط هو وضع الوقود لاستمرار هذا الصراع. هناك أطراف كبيرة تستفيد من ديمومة هذا الصراع على كافة الأصعدة بطبيعة الحال. جزء كبير من ديمومة هذا الصراع هو خلق هذه السردية وهذه الأحلام الغير منطقية. على سبيل المثال أيضا الوهم الآخر وهو وهم العودة. وهم العودة، يعني كان ملف العودة هو واحد من أكثر الملفات الشائكة التي تسببت بفشل كل مفاوضات السلام من ما بعد أوسلو 93، بضمنها مفاوضات واي ريفر ومفاوضات شرم الشيخ ومفاوضات كام ديفيد 2 إلى آخره، كلها فشلت واصطدمت بحجر ملف العودة. لكن الجميع لا يستطيع أن يقدم حلول منطقية، حلول عقلانية لما يسمى بملف العودة. عن أي عودة نتحدث؟ عن أي عودة نتحدث؟ هل يوافق العرب المهاجرون الآن في أوروبا وأمريكا على العودة للشرق الأوسط؟ سؤال. يعني كل الأشخاص الذين يعلقون ويعيشون في الولايات المتحدة وفي أوروبا الذين يعلقون ويطالبون بحق العودة للفلسطين، هل يستعدون أو أنهم مستعدين لترك البلدان التي يعيشون فيها في العالم الغربي ويعودون للشرق الأوسط كما يطالب بعودة اليهود من فلسطين أو من إسرائيل إلى أوروبا الشرقية؟ في بعض الناس هل يوجد شخص مستعد أن يضحي هذه التضحية؟ في بعض الناس عندهم وهم. أنا حكيت مع كذا شخص فلسطيني بيقول لي إحنا لازلنا نحتفظ بمفتاح جدي أو أجدادي أو جدتي، بيتها في مثلا المدينة الفلانية، خلينا نقول في حيفا أو في واحدة من المدن الإسرائيلية الآن، يقول لك إحنا لازلنا نحتفظ بالمفتاح، وكأنه متخيل أنه في يوم من الأيام حيرجع البيت جده اللي أصله أصلا صار يمكن هاي واي أو صار شركة كبيرة أو باركين لوت يعني بتاع سيارات. فاللي هو أنت بتكلم عن إيه؟ لا، هذا مجرد يعني ابتزاز عاطفي أو محاولة استرزاق من هذه السردية. حقيقة هي سردية غير منطقية نهائيا، وحتى هم الفلسطينيون في المجر حقيقة يدركون أنه استحالة بالأخص الذين استقروا في العالم الغربي، استحالة أن يضحوا بالمكتسبات التي حققوها من هجرتهم إلى تلك المناطق في سبيل العودة والحكم تحت، على سبيل المثال تحت حماس. يعني أي فلسطيني أمريكي الآن مستعد أن يتخلى عن الجواز الأمريكي ويذهب ليعيش في رفح أو في حي الشجاعية أو في مدينة غزة أو في مدينة بيت لاهي؟ أي شخص، يعني أي شخص أمريكي فلسطيني أمريكي مستعد أن يضحي أو يعيش في أوروبا في المملكة المتحدة؟ لا يوجد. الغالبية العظمى من هؤلاء استطاعوا أن يرسخوا أقدامهم في دول المهجر وبنوا حياتهم وبنوا أعمالهم وازدهروا ونموا
وتكاثروا وتناسلوا إلى آخره، بمعزل عن فلسطين التاريخية، بمعزل عن مفتاح جدي ومفتاح جدتي. هذه نعم. السرديه هي فقط للاسترزاق وللابتزاز العاطفي، وللاسف الشديد الكثير من العرب يقعون ضحايا لهذا الابتزاز العاطفي، بينما هم بطبيعه الحال يعيشون افضل حياه في دول المهجر. نحن يعني، هل يوجد، قبل قليل انا ذكرت لك عن الاتراك الارثوذكس الذين تم طردهم من تركيا الى اليونان، هل يوجد واحد من عندهم الان يقول أنا أملك مفتاح مزرعة جدي في الأناضول مثلا، وأريد أن أعود إلى الأناضول في يوم ما؟ يا رجل يا رجل، كاتدرائية آيا صوفيا تم اغتصابها على مدى حوالي، الآن نتكلم حدود 600-700 سنة، وتحولت إلى مسجد. لماذا لا يتحدثون بكلام واقعي ومنطقي؟ واحد من لماذا لا يعيدون كاتدرائية آيا صوفيا الى الارثوذكس؟ نعم، لماذا؟ واحد من الأسئلة التي أريد أن أطرحها استخدام الأطفال في السوشيال ميديا، يعني أغلب الصور هي صور أطفال لابتزاز عاطفي، وأيضا للبروباغندا والضغط على إسرائيل. ولما تشوف الإحصائيات وتشوف الصور، وكأن إسرائيل ما بتقتلش مقاتلي حماس على الإطلاق، هي تقتل فقط المدنيين والأطفال. إيه تعليقك؟ يعني هذه السنة سنتها قناة الجزيرة للأسف الشديد، سنة وحشية إلى حد كبير، وهي أنه الكاميرامان أو المراسل يكون على باب مستشفى الشفاء على سبيل المثال، وعندما يأتي أي جريح يرافقه من السيارة إلى غرفة الطوارئ. هذه ليست صحافة، هذا ليس إعلام، هذا برنامج دعائي، برنامج من ممكن نقول عنه إرهابي. هذا الكم الهائل من تصوير الضحايا، إيه نعم، حرب لا أحد ينكر ذلك، ضحايا موجودين، إيه نعم أكيد ضحايا موجودين، لكن جزء كبير من هؤلاء الضحايا هم بسبب تعنت حركة حماس ومنعها السكان من النزوح من أماكن القتال التي حددها الجيش الإسرائيلي، وقال إن هذه المناطق يجب أن يتم إخلاءها بسبب إنه حركة حماس تستخدم المدنيين كدروع بشرية. لكن فكرة إنه دائما وأبدا تأتي بالصور الأشلاء وصور الضحايا المدنيين في غرف العمليات، في غرف الطوارئ، في سيارات الإسعاف، وتبثها على العلن، هذا لا يحدث في أي مكان آخر في العالم. للضحية حرمتها، للمصاب حرمته، للقتيل حرمته، يجب أن لا يعرف، لأنه ببساطة إنسان عاجز. لو كان قادر على أن يردك أيها الصحفي أو أيها المصور ويقول لك كف عن تصويري لفعل، لكنه لأنه عاجز، سواء كان مصاب إصابة بالغة أو قتيل، لأنه لا يستطيع أن يردك، وبالتالي أنت الذي يجب أن تضع على نفسك المحددات لتحترم هذه الضحية. أشكرك أستاذ صباح صبحي، ونلتقي في لقاء آخر. وصلنا لنهاية الحلقة مشاهدينا، وإلى اللقاء.